تحولات عدة شهدها عام 2022 في بنية قيادة التنظيمات الإرهابية، تحولات وإن لم يتبعها تغير في أنماط عمليات هذه التنظيمات، إلا أنها أثرت وبشكل كبير على قدرتها في شن الهجمات الإرهابية. فخلال العام الجاري تم تغيير قيادة داعش مرتين بعد استهداف قيادة التنظيم في عمليات أمنية ناجحة، حيث أعلنت الولايات المتحدة في فبراير الماضي مقتل زعيم التنظيم الثاني أبو إبراهيم القرشي في إدلب بسوريا. وفي أكتوبر الماضي تم استهداف زعيم التنظيم الثالث أبو الحسن الهاشمي بمحافظة درعا السورية، وهو ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية في ديسمبر الجاري. وخلال العام الجاري أيضاً تكبد داعش خسائر جمة، منها مقتل 6 من كبار مسؤوليه، من بينهم المتحدث باسم التنظيم، وهو أمر ربما كان سبباً في تراجع عمليات داعش الإرهابية مقارنة بالعام الماضي كما يرى مركز ويلسون الدولي للأبحاث. ففي عام 2021 كان معدل هجمات داعش في العراق 84 هجوماً شهرياً، بينما انخفض الرقم إلى 38 هجوماً شهرياً خلال العام الجاري. وفي سوريا أيضاً تراجع معدل الهجمات من 29 هجوماً شهرياً العام الماضي إلى 20 هجوماً العام الجاري. أما تنظيم القاعدة فشهد تغييراً في هرم قياداته بعد مقتل زعيمه أيمن الظواهري في يوليو الماضي بعد عملية أمريكية عسكرية خاطفة بالعاصمة الأفغانية كابول، بيد أن المراقبين يؤكدون عدم تأثر القاعدة بمقتل الظواهري سواء في الشرق الأوسط أو في القارة الإفريقية، لأنها شهدت وحدها مقتل أكثر من 600 مدني في عمليات إرهابية حدثت خلال 2022 فقط.